فين اطلب منك طلب؟ بي تعبان ومريض طلع انا وبي نعمل عقد بيع وشراء لأمليك وقلت بدي حدا يشهد معنا. ما خصني الامور انا بدي اروح احلي احسن سكر الحلاق والله فيك هلا بس عم مستعجلين خد 200 دولار شو بدك تساوي انت؟ هي دي صدمه بجد طب بس شوي بس يا ابني انا تعبان يا خيي طب ما بدنا شاهد ما بدنا شاهد يا ابني شاهد شاهد عاد الايجار بدنا شاهد صدقيت لك يا كذا شاهد عاد الايجار بالشاهد خد 200 دولار ما بعرف هم شاهد 200 دولار ما بعرفك ولا بعرفه ما بعرفك ولا بعرفه خي خد بس خد 200 دولار هي دي صدمة خي ما قايل له أنا أجار بس هو عاد بيع وشراء أنا والله شو لا ما فيها ضرر ما فيها ضرر بس ما تجيب سيرة قدامها يعني بيهلكنا يلا الإنسانية عمرها ما كانت كده شو بدك أنت خد 200 دولار طيب أحكي ماشي الحال الإنسانية ملهاش دين ولا وطن دي حاجة لازم تجري في دم كل بني آدم هو حدا يطلع يشهد معنا عاد الإيجار أزوار ولا الإيجار بتاع البيت حد قرر يكشف حقيقته أنا قايل له عاد شو عاد نضحك بعض لا يا أخي مش عم نضحك بعض نضحك بعض في فرق بين بدك تسرق بيا بدك تسرق بيا شو الفكرة هي شو بس ما تجيب لي سيرة مخين أملكه حولهم لألي أنا لا يا زلمة واحد الله اسمعنا مستحيل يا خي خد 300 دولار واطلع معي خي لا عندي بي يا زلمة مش عندي بي يا زلمة مش الرحمة مكانها القلب هذا أبوك هذا ما فيك تعمل هيك شو ما فينا نعمل هيك هذا بي ما فيك تعمل هيك يا خي تعقلك شغلة حبيبي هذا بي حبيبي هذا بي من وقتك بدي دقيقتين خي خد 200 دولار لا أنا ما بنباع وبنشرى بالمصاري يعني حسبنا عشان مصاري تطمعني بمصاري يعني والله لو تعطيني 1000 دولار والله لو تعطيني 1000 دولار خي بس رجال كبير طب اسمع شو عم تقول إذا هو رجال كبير كيف عم تعملك معه؟ ما عندك إخوة أنت؟ بلا عندي إخوة طب عندك إخوة يعني بدك تاكل حق إخواتك كمان؟ تاكل حق إخواتك كمان؟ أنا هلا فيني هلا بلغ عنك أوكي؟ ليه بدك تبلغ عنك؟ هلا بلغ عنك لأنه أنت اللي أنت عم تعمل مش مظبوط لما تبيع بيا شو حتعمل فيه؟ لما تبيع بيا شو حتعمل فيه؟ صار خطيار يا زلمة وإذا حتحطها باسمك تريد أنت بكره أولادك سووا هيك؟ أولادك سووا هيك؟ يا على الوجع أما يقف في الحلق ما عم يعرف شيء ما عم يعرف شو مكان باي شو مكان أنا هيك بعرف يا أخي 500 دولار خيي 700 دولار تكرم عينك خي 300 دولار بس طلع معي انا باخذ الحاج عشان يا خي لو بدك تاخذه الحاج بدك تاخذ لي بيي ما بعرف بس خليه هون وانت تتصرف على خي بقى قطع العمر حرام عليك بس يموت هدول لا بس يموت ان شاء الله انت اللي بتموت ان شاء الله انت اللي بتموت ومن هنا بدا الانفعال لك مع الزلمه اعطيني وخذها على الدوله خي شو خذها بس ما لا لا جيبوا الحاج لحظه مستخسر في خي الحاج هو عم بقول يا خي لا مستخسر بيك انت يا حبيبي يا حبيبي ما هذا مستخسر بيك انت وهنا قررنا ندخل يلي صار قدامك هلا هو مشهد تمثيلي شو اكثر شيء زعجك باللي شفته الزلمه بده ياخذ مصريات بي وخد 200 دولار بقول له عقد اشار هو بده يعمل عقد بيع يعني في فرق بين السما والارض بتصير بواع لانه الناس اللي بتحب المال بتعمل هذا الشيء بس اللي عنده اخلاق وضمير ما بيعمل هذا الشيء حتى مع اهلهم بس لا اكيد لانه المال غراره اللي عم بيصير شيء مش مزبوط هيدا بيو ما في فرط فيه هيك كيف وافقت تساعده والله طلعت معي انه هيك وساعده لانه انا عمري 74 سنه 75 سنه نعم ليه بعد بيو زين ليه وافقت انك تشاركه ما وافقت بعد محتار بعدك محتار عم بفكر الموضوع بدي اخرج كنت عم تفكر تهرب هذا سبب انه قله ايمان هالانسان الله يتوب علينا جميعا وحسبنا الله ونعم الوكيل احسن الشيء